خط احمر، خط احمر، ما اقدرش اتكلم، خط احمر. شوفي موضوع ياسمين عز ده عامل ازاي. لا هي دي حاجه تخصها هي، يعني هي كانت عايز تكسر القاعده ان هي تتكلم عن الرجاله، وهي فعلا نجحت في ده وخلت الناس كلها تتكلم وخلت الناس كلها ترند، هي بقت ترندات. بتحبي الماده اللي هي بتقدمها؟ لا مش حاجه اسمها شتو وصيفي. لا مفيش حاجه اسمها كده، اما الواحد بقى يبقى صوته كاستور بقى. نجمه امينه اهلا بيكي معانا في فركش، منوره الدنيا وده المعتاد عليكي، بتنوري اي مكان تروحيه. رايك في حال الاغنيه الشعبيه الايام الاخيره، شايفاها عامله ازاي؟ انا شايفاها ان الناس كلها بتسمع، وهي الناس اللي بتعمل، هي اللي بتحكم وهي اللي بتعمل كل حاجه. لو اتكلمنا عن النقيب مصطفى كامل بعد ما تولى نقابه الموسيقيين، ايه الانجازات اللي من وجهه نظرك شايفاه قدمها، وايه السلبيات اللي انت شايفاها لسه موجوده لابد من تغييرها؟ لا انا يعني انا بالنسبه لي استاذ مصطفى جدير جدا بالمكانه اللي هو فيها، وشايفه تغيير كبير، وشايفه انه يعني مخلي الناس كلها بتشتغل، والحمد لله رب العالمين، وربنا يزيدنا يا رب. احنا شفنا بعد ما النقيب مصطفى كامل ادى تصريح لمودين المهرجانات ما بقيناش نسمع عنهم، هي كانت المشكله فين؟ ان هم كانوا مرفوضين ولا كانت المشكله فين؟ والله انا مش عارفه هي كانت المشكله فين، بس هو الذوق العام كل شويه بيتغير، ويعني الناس كل شويه بذوق. الذوق العام بيتغير، ولكن فن امين عمر ما اتغير، دايما بتقدمي فن بيسيب علامه في قلوب الناس. بتحافظي على نجوميتك وبتحافظي على الحاجه دي ازاي؟ هو عدم الحرق، الحرق كتير، واي حاجه وفي اي ظهور وفي اي حته ده بيخلق نوع من الضوضاء، من الحاجات اللي مش كويسه. الواحد بيحاول على قد ما يقدر، حتى لو على الأقل مش موجودين كأغنية ككذا، فالحمد لله رب العالمين لما بنظهر بنظهر بشكل كويس. أكتف على السوشيال وأكتف كمان على التيك توك، بنشوفك بتعملي فيديوهات دمها خفيف، بس احنا هنتكلم على شوية حاجات في السوشيال شغلة الرأي العام. أكتر حاجة شغلة الرأي العام الأيام الأخيرة على السوشيال قضية ياسمين عز، تشوفي موضوع ياسمين عز ده عامل ازاي؟ لا هي دي حاجة تخصها هي، يعني هي واخدة، يعني أنا شايفة إن في حاجة كده، في حاجة ند بالند، يعني أنا شايفة إن في حد بيتكلم عن الستات وفي حد بيتكلم عن الرجالة، فهي كانت عايز تكسر القاعدة إن هي تتكلم عن الرجالة، وهي فعلا نجحت في ده وخلت الناس كلها تتكلم وخلت الناس كلها ترند، هي بقت ترندات. بتحبي المادة اللي هي بتقدمها؟ لا لما بتقول إن في صوت ست شتوي وصوت ست صيفي، بتشوفي الكلام ده عامل ازاي؟ انا بشوفه، يعني بشوف ان ده اي كلام. مفيش حاجه اسمها شتو وصيفي. لا مفيش حاجه اسمها كده، اما الواحد بقى يبقى صوته كاستور بقى، يبقى كده مش كده خالص. لو الكلام ده حقيقي يبقى امينه صوتها شتو ولا صيفي؟ ما انا قلت لك اهو انا الفور سيزون الاربع فصول على طول. ضد اي شيء يقدم مصيف؟ طبعا. شايفه ايه اكتر شيء مقدم مصيف في الايام الاخيره؟ انا مش عايز احكم على حد، لان برضو في النهايه الجمهور بيتقبل وفي الاخر احنا بنطلع مش كويسين. الايام الاخيره برضو كان في قضيه شغله الناس، هجوم بعض الناس على الامام محمد متولي الشعراوي. خط احمر، خط احمر، خط احمر. شفت الهجوم ده من وجهه نظر؟ ما اقدرش اتكلم، خط احمر، كل ساقي سيسقط بما سقى، يعني انما لا 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 ما حدش يتكلم، ما فيش كلام يتقال، انت محتاج حد يعلق. تقولي الايه، تقولي ايه لكل من هاجم الامام محمد متولي؟ اقرا، ارجع بالذاكره لورا شويه، شوف قد ايه كان بسيط، شوف قد ايه حببنا كتير، حببنا حببنا ووصلنا الراجل ده انا اتربيت على دي بعد خطبه الجمعه والقناه الاولى، كان عندنا القناه الاولى بس كده. يعني بتحلمي بيه تقدميه الفتره اللي ان شاء الله اقدم حاجه كويسه والناس تسمعها وتكسر الدنيا.